أهلا بكم من جديد أحبتي المشاهدين، وللحديث عن تفاصيل أكثر في هذا الموضوع ومن ضمن محورنا للاستوديو الدكتور عباس مصطفى، اختصاص باطنية وداء السكر. أهلا وسهلا بك دكتور، حياك الله، نورتنا. أهلا وسهلا دكتور، نورتنا، صباح الورد والعافية عليك. صباح الخير عليكم وعلى كل المشاهدين، نورت برنامج صباح الخير. يا أهلا وسهلا. دكتور، داء السكري هل هو من الأمراض المزمنة أم الغير مزمنة، وما المضاعفات اللي يسببها الجسم الإنسان؟ طبعا مرض السكري تعريفه هو ارتفاع السكر في الدم أكثر من الطبيعي بسبب نقص الهرمون الذي يعمل على تنظيم السكر في الدم. نعم. هو هرمون الإنسولين الذي يفرز من البنكرياس، نتيجة لضعف في البنكرياس يقل الإنسولين المنظم للسكر في الدم، فيصبح السكر بمستويات عالية في الدم لمدة طويلة، مما يؤدي إلى حدوث مضاعفات في الجسم. نعم. طبعا هو مرض السكري يعتبر مرض مزمن، طبعا هو يعني نوعان من مرض السكري، نوعان، النوع الأول المعتمد على الإنسولين، وغالبا ما يحدث هذا النوع الأول في الأطفال والمراهقين، والنوع الثاني المعتمد على الحبوب الفموية، يكون يعني ارتفاع السكر فيه ليس كالنوع الأول. النوع الأول يكون ارتفاع يعني السكر فيه عالي جدا في الدم. لا. النوع الثاني المعتمد على الحبوب الفموية يعني لا. يرتفع السكر ولكن ليس بنسب جدا عالية. نعم. فمضاعفاته تكون أقل. طبعا هو هناك مضاعفات تحدث للمريض المصاب بداء السكري، منها مضاعفات تحدث في اعتلال الأعصاب. نعم. للأطراف السفلى، فالمريض يجي يعني للطبيب يقول أحس أنه بخدر في أحد أطراف القدمين. نعم. مع وجود آلام، هناك يقول مثلا الإحساس يبدأ يقل عنده بالأطراف. دكتور، بالأطراف السفلى. نعم. وأيضا إذا انجرح يعني راح الجرح ما يلتئم بسهولة بسبب ارتفاع السكر في هذه الأنسجة. نعم. هناك يعني مضاعفات أخرى تحدث في العينين، ضعف يسمى اعتلال شبكية العين، ديابتك رتينوباثي. نعم. طبعا مصطلح ديابتس ميليتاس هو مصطلح لاتيني لمرض يعني داء السكري. فديابتك يعني سكري، ريتينوباثي اعتلال شبكية العين الناتجة عن داء السكري. نعم دكتور، راح نطرق يعني كثير من المواضيع. نعم. في نعم. هذا الموضوع خصوصا يعني هو صار من أمراض العصر، يمكن اليوم مرض السكري طبعا نتيجة لارتفاع نسب الأمراض في مرض السكري خلوه له يوم خاص. نعم. يوم العالمي للسكري، كيف تنظر لهذا الموضوع دكتور، نتيجة الانتشار الكبير لهذا المرض بشكل واسع وخلوا له يوم عالمي؟ طبعا مرض السكري هو مرض خطر، لأنه إذا حدثت مضاعفات للمريض ممكن تؤدي إلى الوفاة. المضاعفات يعني كثيرة في مرض السكري. طبعا هناك نوع يسمى بري ديابيتس، يعني لبعض الناس أنه يكون قابل أنه يحدث فيه مرض السكري، كالمرضى الذين لديهم يعني زيادة في الوزن، السمنة. نعم. المرضى الذين يمر ب يعني عوامل صدمات نفسية ممكن أيضا تؤدي إلى ضعف بنكرياس المسؤول على إفراز الأنسولين الذي فجأة يشكل عند السكري. نعم نعم، هناك يعني أسباب. نعم. لحدوث مرض السكري تعزو إلى أنه قد تكون وراثية جينية، وبعض العلماء يعني يقول انه ممكن انه يصاب البنكرياس بالتهاب فيروسي قد يؤدي الى ضعف خلايا بيته، جزيرات لاندر هانز الموجوده في نسيج البنكرياس والبيتا سيل اللي هي مسؤوله عن افراز الانسولين تضعف. نعم. هناك يعني نظريات تقول انه مرض السكري قد يكون اوتو اميون ديزيز، يعني مرض مناعي ذاتي، يعني الجهاز المناعي يفرز اجسام مضاده ذاتيه تهاجم هذه خلايا البيت الموجوده. نعم. في البنكرياس، فتؤدي الى ضعف افراز الانسولين. نعم. الهرمون الانسولين هو الذي ينظم السكر في الدم. نعم. طبعا حينما يعني يتناول الانسان الطعام الغني بالجلوكوز، طبعا الجلوكوز هو السكر الموجود في الكربوهيدرات، الموجود في الحلويات، الموجود في المعجنات، الموجود في الرز، في الخبز ايضا، فحينما يتناول الانسان الطعام يقوم البنكرياس
حينما يصل الطعام الى المعده والامعاء والانكياس بافراز الانسولين حسب الحاجه. كل ما واحد ياكل اكثر ويكون السكر عالي في الدم يفرز البنكرياس انسولين اكثر. نعم. طيب دكتور، اكو علاقه بين البيئه ومرض السكري؟ خصوصا نحن يعني نشاهد بالمجتمعات العربيه انه متوسطين الدخل عندهم مرض السكري اكثر من اصحاب الدخل المرتفع. طبعا الحاله ضعف الحاله الماديه والاجتماعيه ممكن ان تكون من العوامل الخطره ايضا حدوث سوء التغذيه يمكن. نعم، يعني شوف تناول الطعام ضروري. نعم. للانسان ان يكون طعام صحي حتى لا يحدث عنده مرض. نعم. سكري في المستقبل. نعم. يعني الانسان يجب ان يحافظ اول شيء على وزنه لانه السمنه ايضا تؤدي الى حدوث السكري. نعم. هناك يعني عوامل اخرى مثلا انه يتناول الاطعمه الغنيه بالالياف كالفواكه. نعم. والخضروات. نعم. والبروتينات والحبوب الكامله هذه اللي يتناولها اكثر من الدهون المشبعه والاكلات السريعه والحلويات وكثره المعجنات هذه ممكن تؤدي الى يعني حدوث سكري في المستقبل. نعم. دكتور، بالحديث عن الطعام يعني اكو يقولون مثلا ياكل الانسان يعني اشياء طبيعيه او فواكه طبيعيه تحتوي على جلوكوز او السكر، يقول هاي ما تاثر على الجسم او ما تاثر على ابو السكر، هل صحيح هذا الموضوع؟ طبعا الاكل الطبيعي مثلا التمر عفوا. نعم، الخضروات والفواكه، الفواكه بها يعني سكر ولكن ليس كالحلويات المصنعه والدهون المشبعه تكون يعني بنسبة السكريات عالية، الإنسولين ما يتعامل وياها جيدا مثل السكر الطبيعي الموجود في الحلويات. نعم. لهذا السبب الطعام الصحي جدا ضروري للإنسان، ممارسة الرياضة ضرورية للإنسان حتى لا يصير عنده سكري، المحافظة على الوزن، تجنب الصدمات النفسية، يعني ممارسة الرياضة بانتظام والإقلاع عن التدخين والكحول، هذه كلها عوامل ممكن انه تؤدي. نعم. الى حدوث مرض السكري. يعني ممكن يكون تاثيراتها اقل عرضه لاصابه مرض السكري او زياده مرض السكر عند الانسان. طبعاً الاشياء طبعاً الطبيعيه او السكريات الطبيعيه دكتور؟ طبعا، لانه حقيقه اسباب مرض السكري هي ليست فقط اللي ذكرتها ان تكون جينيه وراثيه. نعم. او يعني اوتوميون ديزيز مناعيه ذاتيه، قد تكون من نتيجه للتغيير البيئي، مثلا تناول الاطعمه الغير صحيه ممكن تؤدي الى السكر، السمنه، التدخين، الكحول، الضغوطات النفسيه والصدمات النفسيه، كلها ممكن ان تعتبر عوامل مساعده لحدوث مرض السكري. نعم. في بعض الناس. طيب دكتور، مخاطر هذا المرض خصوصا على يعني اصحاب السمنه الزائده. نعم، طبعا مخاطر المرض ممكن هذا مرض السكري اذا كان الانسان مصاب بمرض السكري وغير مسيطر عليه يظل مرتفع يعني مده من الزمن. نعم. لفترات طويله هو ما يدري به يمكن ربما يعني كثير من الناس عندهم مرض السكري ما يعلم به. طبعا هو له اعراض وعلامات اللي اذا يشعر بالعطش وزياده في الادرار. نعم. كثره التبول مع وجود يعني صداع، وجود يعني نحول، يقول بعض المرضى يقول لك احس جسمي، يروح للطبيب يقول احس يعني وزني قل نحول بجسم. اي، فهذه كلها ممكن اذا صارت عند الانسان انه يراجع الطبيب او يقيس اكو فحص يسموه فحص العشوائي راندم بلا شوغر، قياس يعني السكر في الدم. واكو. نعم. اجهزه جلوكوميتر هاي السريعه، واكو يعني الفحص اثناء يسمونه الفحص الصائم فاستنج بلا شوغر، اكو فحص يسمونه التحملي للسكر، مثلا هو صائم. نعم. يروح للمختبر صائم يقيسون السكر مالته، بعدين يتناول فد قدح من السكريات ورسائته هم يقيسونه يشوفون الفرق. اذا عمره 200 يعني وبعد تناول الماده السكريه سكرية. يعني هو عنده مصاب بالسكر. نعم. نعم. طيب دكتور، ليش يعتبر مرض السكر يعني سبب رئيسي للإصابة بعدة أمراض منها العمى والفشل الكلوي والنوبات القلبية والسكتة الدماغية وكثير من الأمراض؟ يعني اليوم احنا شلون نقدر نعمل نظام غذائي من خلال هذا النظام الغذائي نقدر نحافظ على صحتنا ونحافظ على يعني المستوى الطبيعي للسكر بالجسم؟ نعم، سؤال جيد. طبعا مرض السكري مضاعفاته اذا كان غير مسيطر عليه ممكن. نعم. يسوي يعني ذبحات قلبيه
او يعني قصور في الشرايين الانتاجيه، جلطات القلب، لانه هو شنو يسوي؟ اعتلال في الاوعيه الدمويه الدقيقه، الشعراء الدمويه خصوصا الشرايين التاجيه ممكن يصير بها اعتلال فتضيق ويصير بها تصلب، على بمرور الوقت ممكن يحدث ذبحه قلبيه او جلطه في القلب نتيجه لتخثر هذه الشرايين التاجيه، فجزء من عضله القلب ما يوصلها دم ممكن يؤدي الى العمى مثل ما تفضلتي قلتي، لانه يسوي ضعف في الشبكيه بسبب ضعف الاوعيه الدمويه المغذيه لها، ممكن يسوي عجز كلوي، ارتفاع في اليوريا والكرياتينين والمواد السامه الاخرى، اذا سوى ضعف في النبيبات الكلويه المسؤوله عن الكلى مسؤوله عن تصفيه الدم من الفضلات والمواد السامه. نعم. النظام الصحي، الشق الثاني من سؤالك، النظام الصحي كل جدا ضروري للشخص المصاب بمرض السكري انه يتناول اطعمه لا ترفع السكر كثيرا، مثلا يتناول الخضروات بانواعها، الفواكه تكون خفيفه متنوعه، يتناول اللحوم يعني خصوصا البيضاء ما تاثر، المرق والشوربات ايضا ما تاثر، المكسرات الحلويات ممنوع، المشروبات الغازيه ممنوع، المعجنات يعني ممنوع. دكتور التبن يبزل، الخبز الحنطه ممكن يرفع السكر. هو هذا سؤالي على طار الخبز. يعني الخبز الحنطه يقولون هذا ما ياثر على ابو السكر على عكس الخبز العادي، صحيح هذا الشيء؟ لا، هو خبز الحنطه، خبز الشعير، خبز الحنطه يرفع السكر طبعا كثيرا. خبز الاسمر، اي الاسمر او ما يسمى خبز الشعير استاذ، هذا يرفع السكر بس اقل من الحنطه. اي الشوفان اقل والبرغل من نعم، هذا يعني نقول له قلل الخبز الحنطه وامراوس يعني في قطعه صغيره من الخبز الحنطه مع يقدر يعني وياه خبز شعير او شوفان او برغل، هذا بالنسبه لل الحنطه. اما بالنسبه للرز، الرز ايضا يرفع السكر، نقول له يعني مسموح لك في 5 ملاعق او 6 ملاعق يوميا ان يكون مبزول الذب الفوح مالته. نعم. طيب دكتور، يعني هذا المرض اللي اصبح مرض العصر وانتشر بشكل واسع بين ملايين من البشر في كل انحاء العالم، الى الان ماكو علاج محدد لهذا الموضوع، فقط على العقاقير الموجوده اللي ممكن تاخر او تقلل نسبه السكري لدى الشخص. طبعا هذا ما يعني مرض السكري مرض العصر، كثير يعني نسب كثيره من الناس في سكان العالم مصابين بمرض السكري، وهو مرض ممكن ان يؤدي الى الوفاه مستقبلا اذا حدثت مضاعفات. العلاج لمرض السكري، النوع الاول انسولين، لا يوجد غير علاج، لازم انسولين، الانسولين حسب الارتفاع. هناك انسولين يعني سريع المفعول يسمى او يسمى صافي، وهناك انسولين طويل المفعول يسمى خابط، وهناك انسولين متوسط يعني مكستارد يحتوي نسبه يعني قليله من الصافي ونسبه اكثر من الخابط. طبعا هذا بالنسبه للنوع الاول. النوع الثاني له حبوب فمويه تؤدي الى قله السكر في الدم. هذه الحبوب هناك انواع كثيره من الحبوب الخافضه للسكر في الدم، منها التي تؤدي الى قله يعني تداول السكر من خلال تاثيره على الانزيمات الهضم للمعده كالميتفورمين. ومنها تؤدي الى انه الكلى لا تعيد يعني امتصاص السكر وينطلق عن طريق الادرار. نعم. ومنها تؤدي الى قله الكبد. الكبد هو شنو وظيفته؟ يخزن السكر الزايد الى جلايكوجين وبعدين يطرح ينطيه للجسم اذا واحد صام او مثلا ما اكل مده طويله. طيب. فهذا يقلل انه يقلل بعض الادويه تقلل من ارجاع تحويل الجلايكوجين الى جلوكوز من قبل الكبد. طبعا هناك علاجات حديثه وجدت حاليا يعني من هو هذا سؤالنا دكتور، عدا الانسولين والحبوب هناك مضخه للانسولين. طبعا يعني هذا السؤال تحديدا، خليني اسالك، رغم التطور اللي حصل بكل دول العالم في جميع المجالات وخصوصا يعني تحديدا مجال الطب، كثير من الامراض حتى ربما يعني امراض السرطان وجد لها بعض العلاجات تتاخيرها او توقف هذه الخلايا، لكن مرض السكر يعني الى الان لم يوجد علاج بشكل نهائي لمرض السكر عدا الانسولين. لا يوجد علاج نهائي لمرض السكري. سبب. حتى بالنسبه لزرع العضو، زرع عضو بنكرياس، شخص مثلا سكره غير مسيطر عليه وزرعوا له عضو البنكرياس، يتم رفض جسم لهذا العضو لانه يعتبر غريب، ف
فيعني اللي يزرعونهم بنكرياس من شخص اخر وجدوا انه جسم يرفض هذا النسيج فيحدث رفض ذاتي فيعني تحدث هناك مضاعفات. ليش ماكو علاج لحد الان؟ علاج العلاجات يعني كلها اني يعني مو علاج جذري. نعم. ويرجع البنكرياس عضو يعني حساس وغده هي من الغدد الصماء تفرز الانسولين من يصير بها ضعف يعني نعم. مشكله بعد نعم. لا ما ترجع مثل قبل. اي فبالحقيقه هناك يعني تطور ايضا في العلاج. هناك مثل ما ذكرت انه مضخه مال الانسولين تفرز الانسولين تدريجيا مرتبطه بجهاز للقياس. طبعا هاي المضخه فيها يعني انبوبين، انبوب مرتبط بانبوب تحت الجلد نعم. عن طريق قصر يزرع، فهذا يفرز الانسولين تدريجيا على القياس كل نعم. خمس دقائق يقيس ويفرز الانسولين حسب حاجه الجسم. نعم. ولكن هذا الجهاز انه يجب ان يحمل خارجيا حجمه بحجم الهاتف يوضع يعني في جهه اليمنى. نعم. هناك طبعا علاجات انه زرع خلايا البيتا ولكن لم يثبت يعني فعاليته نجاحها ب 100%. نعم. نعم. هو إيه نعم. طيب دكتور، بعض يعني الأطباء بما أنه أنت حضرتك ذكرت موضوع السمنة فكثير يمكن هذا الموضوع راح يهم السيدات والرجال، بعض الأطباء يروجون إلى أنه أبر الأنسولين يمكن أن تفيد بالتنحيف، هل هذا الموضوع يعني حقيقي؟ لا بالعكس، الذي يعني الأنسولين يؤدي إلى زيادة في الوزن. نعم. طبعا هناك يعني مرض يعني يصيب مرض السكري يصيب في الحامل، بعض الحوامل يحدث لها مرض السكري. طبعا هذا المرض يعني السكري يروح بعد الولاده. نعم. مؤقت. فنلاحظ انه الحامل عندها سكري تعطى، اذا كان سكرها خفيف تعطى ميتفورمين، واذا كان قوي تعطى انسولين. فنلاحظ انه غالبيه المولود للحامل اذا كان سكره غير مسيطر عليه يحدث له زياده في الوزن. نعم. نلاحظ انه الاطفال المولودين لامهات مصابات السكري يكون اطفالهم عندهم زياده في الوزن. هاي الزياده في الوزن ناتجه بسبب انه حينما هاي تدري انت الدم مال الام ينتقل من المشيمه للطفل. نعم. فبزياده في البنكرياس مال الطفل ايضا يفرز انسولين، فزياده افراز الانسولين يؤدي الى زياده الحجم. نعم. بالعكس. طيب نعم. الحبوب ممكن يعني تضعف تقلل وزن الميتفورمين، تسمى حبوب مساعده سكر. زين، حتى الاوبر يمكن لو بس الحبوب؟ لا، الانسولين ما يضعف الوزن. اه اي، بس السكري اذا بقى مرتفع عند الانسان مده طويله ممكن يضعف وزنه، اما الانسولين لا ما يضعف الوزن. نعم. نعم. بالنسبه لي يعني هناك مضاعفات اخرى قد تحدث للمصاب بمرض السكري، منها يعني اذا بقى عنده زياده في السكر لمده طويله ممكن ان تحدث عنده مضاعفات تسمى ديابيتك كيتو اسيدوسيس، او نعم. ما تسمى بحموضه الدم. حينما نجري تحليل ادرار نلاحظ هناك نسب من الكيتونز نعم. في الادرار. نعم. نعم. دكتور، سؤال اخير، يعني نشوف بعض الاطفال بعمر صغير جدا يصابون بهذا المرض، هل هو وراثي او كيف يصاب الطفل من نتيجه اكله معينه، نتيجه يعني ظرف معين يصاب الطفل بهذا المرض باختصار؟ لا طبعا، الاطفال المصابين بمرض السكري يكون من النوع الاول، يعني يكون قوي بالكرياس يضعف ضعف قوي فما يفيده بس الانسولين. نعم. سبب الاصابه السبب الطفل. السبب قد هناك علماء يقولون هناك يعني الاسباب غير معروفه 100%. نعم. ولكن نظريات للاسباب. نعم. انه قد يكون وراثيا جينيا، يعني عند ابوه وامه قرايبه انه هم عندهم ضعف بالبنكرياس. نعم. هذا اولا. ثانيا قد يكون يعتبرونه اوتو اميون ديزيز، مرض مناعي ذاتي، يقول لك هو الجهاز المناعي مال الطفل يفرز اجسام مضاده تهاجم خلايا البيتا سيل في البنكرياس فتضعفها. السبب الثالث قد يكون نتيجه صدمه نفسيه او خوف، يخاف الطفل يعني يجفلس. نعم. عنده بسبب يعني خوفه. خوف. نعم. ممكن ايضا يؤدي الى ضعف خلايا البيتا سيل في البنكرياس. ويعني هناك اسباب قد تكون يقول التهاب في البنكرياس كالتهاب فيروسي. نعم دكتور. يؤدي الى ضعف اكيد. هي الكثير من الاسباب، ويعني نعم. يعني عافانا الله واياكم من هذا المرض وعافى المشاهدين الكرام. الدكتور عباس مصطفى، اختصاص باطنيه وداء السكري، شكرا جزيلا لك، نورتنا وشرفتنا في هذا اللقاء. شكرا لك دكتور.